اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنتكلم على موضوع مهم جدا وهو التعامل مع تساقط الشعر والعناية بالشعر. هكرر تاني الأغذية اللي طلبتها من حضراتكم اللي احنا دايما عايزين نهتم بيها، وخاصة في الأطفال وخاصة في الستات أثناء الحمل وبعد الرضاعة وبعد الولادة في فترة الرضاعة وما بعد العمليات الجراحية وبعد التوتر النفسي وما بعد الأدوية اللي بتسبب التساقط. العناية بالتغذية، الشعر نمرة واحد. المصانع عايزة أكل وعايزة غذاء وعايزة بروتينات وعايزة أكسجين وعايزة حديد. فيتامين إيه نمرة واحد، موجود ده في الجزر، موجود في الخضروات الداكنة، الخضرة حاجات اللي لونها أخضر داكن، موجود في البطاطا. النهاردة احنا في موسم الشتاء كلها فيتامين ألف. المشمش كمان، الزنك من الحاجات المطلوبة غالبا لما بتنقص بتؤدي لتساقط للشعر. الزنك موجود في السي فود وموجود في البيض وموجود في البقول. كمان الحاجات المهمة الأحماض الدهنية اللي احنا قلنا عليها الضرورية، essential fatty acids، قلنا دي موجودة كتير في اللب بتاع باد الشمس ولب القرع والسمسم. وأخيرا زيت الكتان، زيت الحار، معلقة زيت حار على السلطة يوميا. سلطة في كل الحاجات اللي احنا دي موجودة في السلطة، تحط عليها معلقة زيت كتان كل يوم عشان خاطر الناس بتشكي من الشعر ويطولوا الفترة، ما اقولش انا باخد وخلاص. مع التقليل بقى من الحاجات اللي بتضر الشعر، الشيبسي والبيبسي والكلام ده كله مليان حاجات احماض دهنيه مشبعه بتضر جدا بالشعر، الدهنيات عموما. الحاجات دي مهمه قوي لان بتلاقي اجيال طالعه اكلهم كله جانك فود من بره، ما حدش دريان بيه، ما حدش عارف بياكل ايه، وما ياكلش اكل من البيت، وبعد كده بيسهر وقد يكون بيدخن وقد يكون وفي الاخر يجي يقول لك اصل انا شعري بيقع. طب ما هو لازم هيطلع ليه؟ ايه المناسبه يعني؟ اديني كمان بقى لو كان في عامل وراثي اللي احنا عايزين نركز عليه دلوقتي. موضوع العامل الوراثي ده في غايه الاهميه. ليه؟ لانه ناس كتيره بيكون عندهم عامل وراثي مش عارفين، هو فاكر انها مباشره لازم اكون ابويا اصلع عشان اكون انا اصلع، لازم تكون امي ما شعرها جامد يبقى لازم اكون شعري جامد، الست تقول كده. العامل الوراثي مش تيبيكال، ما هوش مكتوب بالمسطره بيمشي ازاي، وبنقعد ندور في العيله. وبعدين مش بس ندور، ده احنا عايزين نشوف هو كل واحد فيهم درجه كام في الصلع. درجة من درجة الصلع في الرجالة بتقسم 7 درجات، وفي الستات ده للثلاث درجات. كل واحد فيهم نشوف صورته أو نوريهم صوره، هو قريب من ده قريب من ده، ونبتدي نتخيل ليه. لأنه إحنا عايزين نعرف أنت ماشي في سكة إيه اللي بتعاني من الصلع. يا ترى الصلع بتاعك قوي، العامل الوراثي بتاعك قوي قوي ولا ضعيف؟ يعني أنت الشعرتين اللي موجودين دلوقتي هيكملوا ولا هيروحوا؟ لما نيجي نعالج ونزرع هنحط الشكل بتاعنا على أي أساس عشان إحنا بنوصل قدام؟ مش تجيب لي صوره تقول لي انا من 5 سنين كنت كده عايز ابقى كده. درش ام كلثوم قالتها من زمان، قول للزمان يرجع يا زمان. ما تقدرش، احنا عايزين نبص لقدام، عايزين نمنع الشكل الأسوأ في المستقبل. ده لما بنكون بنخطط للعلاج. ففي العامل الوراثي بيجي هرمون معين بيتكون في الجسم اسمه دي اتش تي. دي اتش تي ده من مشتقات التستوستيرون، وده هرمون ذكري لكن برضه موجود في الستات من الغده الفوق الكظريه، الغده اللي فوق الكلى، فوق كلويه اسمها الغده الكظريه. التستوستيرون في الرجاله او في الستات بيفرز، بيطلع منه ماده اسمها دي اتش تي. حتى الدي اتش تي دي مش عاليه، مش هاجي احللها اقول دي عاليه وما يجيلك صلع وراثي، لا. لكن اللي بيبقى عنده صلع وراثي بيبقى الجينات بتاعت بصيلات الشعر بتاعته بتخلي البصيلات حساسة لمستوى الدي اتش تي الطبيعي في الجسم. شفت بقى؟ الدي اتش تي ما زادش، التستوستيرون ما زادش ولا حاجة. لكن الخلايا بتاعت البصيلات حساسة قوي للليفل الطبيعي ده. يقوم يعمل ايه بقى الدي اتش تي ده؟ لما يجي يهجم على البصيلات الحساسة له نتيجة العامل الوراثي. طب العامل الوراثي ده جه فين؟ جه في المنطقة اللي قدام عينيه. ما تلاقيش حد يصلع من ورا. مفيش عمره بيلاقوا العامل الوراثي ده في الحته الخلفيه دي. وده الاساس بتاع زراعه الشعر، احنا لما بنيجي نزرع بناخد الشعر اللي مش ممكن يقع بالوراثه وننقله قدامي ومعوض الشعر. طيب هو الحته اللي بتتاثر هي المنطقه الاماميه. تبتدي يجي الدي اتش تي ده اللي هو موجود بصفه طبيعيه، البصيلات كل واحده منهم متبرمجه زي ما اتفقنا. لكن وراثيا تيجي تقول ايه، انا في سنه مثلا لما يكون انا عمري 25 سنه 10% من البصيلات بتاعتي الدي اتش تي هيجي يقول لها توقفي عن النمو، انت كده خلاص دورك انتهى في حياه هذا الشخص، ما تطلعيش شعر تاني.
السنة اللي بعدها كمان 10%، السنة اللي بعدها 5%، 6% على حسب قوة العامل الوراثي. يوم تبتدي انت حضرتك تشتكي ان الشعر بيخف. ليه؟ لما جه العامل الوراثي قال لها ما تشتغليش، حصل ايه؟ اول حاجة عملتها فترة النمو قلت، بدل ما كانت 5 6 سنين بقت 3 4 سنين، وبعد شوية بقت 2 3 سنين، وبعد كده تصغر تصغر تصغر. وبعدين كمان الشعر، يوم الشعر ايه؟ ما يطولش كتير. بعد شوية الشعر ده يقع، تبطل تطلع الشعر. ده مش بس كده، ده في الفترة اللي هي فيها كسلانة دي عدد الخلايا بتاعتها بيضعف، بيقل، حجمها بيصغر، تقوم الشعرة تطلع رفيعة وخفيفة، هي نفسها تصغر. تبص تلاقي اللي بيشتكي من الصلع الوراثي يبتدي الأول يقول لك أنا شعري ابتدى يخف، ابتدى يبقى الفتلة رفيعة، ابتدى يطول زي الأول كتير. كان الأول بيطول عن كده، كان الأول شعري ده زي مش عارف إيه، ويبتدي يوري لك صور. احنا مش بنهاجم حد، احنا ندرس الحالة عشان نقدر نشخص بالظبط. شيماء، اتفضلي يا شيماء. ألو؟ ألو؟ هي شيماء؟ ألو؟ لا يوجد شيماء، سقط الاتصال سهوا. إذا العامل الوراثي موجود في الرجالة وفي الستات. تلاقي الراجل أول حاجة تحصل عنده شعره يبتدي يرجع لورا، يبتدي يخف، يبتدي يبان حتت مكشوفة، يبتدي يبقى حتت فاضية خالص. الست بتختلف شوية، غالبا بيفضل الخط قداماني زي ما هو، والصلع يبقى في النص هنا كده، تبتدي يبان فرقة كبيرة عريضة، والفرقة دي توسع، وبعد كده يبان حتت فاضية فراغات بيسموها السي ثرو. ابتدي اشوف، ما ابص كده فروة الراس اشوف البياض بتاع الفروة، الشعر مش مغطيها، وبعد كده تبقى حتت تبقى فاضية خالص. ده الصلع الوراثي. الصلع الوراثي علاجه ايه بقى؟ ما اقدرش اجي ساعتها اقول لك ايه، خد غذاء كويس واعمل ميزوثيرابي وخد فيتامينات وبطل تدخين واعمل مش عارف، حاجات احنا بنقولها للناس اللي عندهم ضعف اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه، اقول لهم في الصلع الوراثي هيجيب نتيجه؟ لا طبعا، بهرج. الموضوع باين عليه كبير. غالبا احنا